بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من إشراقات الغد، وهي الحلقة الثانية من عمر هذا البرنامج. نرحب بكم أيما ترحى في هذه الحلقة، وندعوكم باسم فريق العمل لمتابعتنا. معروف أن السودان بلد للسلام تاريخيا، وإنسان هذا الوطن يحب السلام ويتعايش معه، ولكن الحروب فرضت عليه واقعا مختلفا، كما أن الحروب أيضا فرضتها ظروف خارج عن إرادة إنسان هذا الوطن، وبسبب تلك الحروب قامت العديد من الحركات المسلحة. نحاول في حلقة اليوم من إشراقات الغد أن نبرز بعض المحطات التي توقفت عندها تلك المساحات التي توقفت عندها تلك الحركات المسلحة، وأيضا نتعرف على تفاصيل التفاوض ما بين هذه الحركات المسلحة والجانب الرسمي ممثلا في الحكومات السودانية المتعاقبة. ضيفان عزيزان معي في هذه الحلقة، الدكتور محمد عيسى عليوة مدير مركز إشراقات الغد، وكذلك الدكتور محمود أبو بكر مدير الإعلام بالمركز. دكتور عليوة السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا التحية لك دكتور محمود أبو بكر، وسعداء بك. أهلا بك أستاذ الجعلي. معروف أن الحلقة الماضية تحدثت عن محاور مختلفة، تحدثت عن السلام والسلام الاجتماعي، وكذلك التناقض الذي صاحب عمليات السلام على مر العصور في السودان، وكذلك النكوص عن اتفاقيات السلام التي وقعت ما بين الجانب الرسمي ممثلا في حكومة السودان والحركات المسلحة وغيرها من النقاط. هذه الحلقة ستتحدث عن محاور مختلفة أخرى، ولكن حتى نضع المشاهد الكريم معنا في الصورة، نريد أن نسترجع بعض ما أبرزته حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج. مرحبا. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا بالفعل طبعا الحلقة الماضية تحدثنا عن السلام ومرجعياته الدينية في كل الكتب السماوية، وأخيرا الإسلام، وتحدثنا عن الآيات الكريمة عن السلام، وتحدثنا في الحقيقة برضو عن اتفاقاتنا السودانية منذ عام 53 حكم الذاتي، وتحدثنا عن اتفاق الشمالين مع الجنوبين على الوضعية الخاصة للجنوبين، ثم تم الاستغلال بالإجماع، ولكن هناك كان نقص للعهود، يعني نقص كامل للعهود والاتفاقات المبرمة مع الجنوبيين. نعم. وهو الذي جعل الجنوب يشتعل في عام 55. ثم تحدثنا أيضا عن اتفاق أديس أبابا عام 70-71، ومن ثم الرئيس النميري نفسه جوزيف لاغو مزق هذا الاتفاق بعد 10 سنوات من جنوب إقليم واحد إلى 3 أقاليم، وهو الذي أعطى فرصة لجون غرن بأن يقوم بالحركة الشعبية في السودان، وهي الأزمة اللي حقيقة أثرت على الوضع السياسي والاجتماع الاقتصادي كله. نعم. لذلك احنا يعني في هذه الحلقات نحب نوضح فقط المسالب التي حصلت حتى تتجنبها الحكومة الحالية. نعم. إذن في هذه الحلقة سنحاول أيضا أن نقف عند أبرز محطات التفاوض ما بين الحكومة والحركات المسلحة، وكذلك نتعرف على تفاصيل الاجتماع المهم جدا الذي احتضنته عاصمة جنوب السودان جوبا ما بين هذه الحركات والمجلس السيادي. بداية دعنا نتكلم عن تاريخ المعارضة المسلحة وتطور هذه المعارضة المسلحة وتبلور الأفكار والرؤى حتى أصبحت أجسام يمكن الجلوس إليها والتفاوض معها. لا شك منذ الاستقلال البلد تحمل في حشاياها جينات احتجاجية قبل أن تكون مسلحة. إخوتنا في الشرق يتكلموا عن قضيتهم، جبهة الشرق مبكرا في عام 56-57، إخوتنا في جوال النوبة تحدثوا أيضا عن قضية جوال النوبة في عام 58، أبناء دارفور تحدثوا من خلال نهضة دارفور، جبهة نهضة دارفور. هذه الاحتجاجات كلها طبعا بالإضافة للجنوب. نعم. يعني 4 جهات كلها ملتهبة، إلا الفرق بين الجنوب وهذه الحركات، حركات سلمية كانت، حركات كلها سلمية، جبهة الشرق وجبهة جبال النوبة ونهضة دارفور كلها كانت حركات سلمية. لكن فيما بعد، بعد أن الحكومات السودانية لم تهتم بقضايا الهامش
تحركت الحركات المسلحة الأخيرة في عام 2002-2003 في دارفور وفي الشرق أيضا في الألفينات، وهذا طبعا ضعف من الأزمات المتلاحقة في البلد بكلها. نعم دكتور محمود أبو بكر مدير الإعلام بمركز إشراقات هو أمين أمانة السلام. نعم أمين أمانة السلام بالمركز، بعد التحية لك من جديد. بالتأكيد هذه المسحة التاريخية يعني خلقت أرضية مناسبة للانطلاق في محاور متعددة في هذه الحلقة من إشراقات الغد، فبتقديركم يعني أين تكمن المشكلة الحقيقية في عدم الوصول للسلام في هذه الفترة الطويلة من تاريخ الصراع ما بين الهامش والمركز؟ شكرا أستاذ جعلي وشكرا المشاهد الكريم وشكرا قناة الشروق. حقيقة دولي كل المظالم التاريخية اللي هي بعد الاستغلال، يمكن جذور المشاكل كلها اللي هو الظلم الاجتماعي. نعم يعني الظلم، انت الملاحظة الظلم حصل من المركز لكل الهامش، سواء كان في دارفور سواء كان في جبال النوبة سواء كان في شرق السودان. فطول ما في مظلمه معناه اذا في حراك هيكون موجود، وده اللي كان سبب المشاكل اصلا. بالنسبه للمركز، المركز ما كان في تنميه متوازنه، ما كان في اشراك بالنسبه للسلطه، ما كان في اشراك بالنسبه حتى بالنسبه لكل الدوله كلها في كل مصالحها. تلاقي انه كان في شويه في ظلم حصل على بعض الاقاليم، وده اللي هو ولد النزاعات الموجوده كان في الفتره الماضيه، وولد الحركات الاخيره في دارفور وفي الجنوب وفي جبال النوبه. فلكن احنا الان الحمد لله نعتبر نتكلم عن سودان جديد. نحن الان نتكلم عن سودان جديد. انا بالنسبه لي اتمنى الناس كلهم يتحدثوا عن سودان جديد اللي هو سودان بعد الثوره بعد 19 ديسمبر. فخلاص اوكي، في مظالم حصلت، في نعم. مظالم تاريخيه حصلت. الان على المجلس السيادي وعلى حكومه الخبير حمدوك يجب انه هم يعني يسعوا بكل ما عندهم يحققوا سلام. نعم. فالخطوه الان تمت في 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 الجنوب، دي خطوه اعتقد مباركه جدا جدا. وانا اعتقد المجلس السيادي على راسه الفريق محمد حمدان اعتقد عمل خطوه كبيره جدا جدا. احنا ان شاء الله حنجي يعني لهذا الاجتماع المهم اللي جمع المجلس السيادي بهذه الحركات المسلحه، ولكن دعنا يعني نتحدث مع دكتور عليوة عن اهميه تصفير العداد. يعني ان نبدا ما السودان ما بعد الثوره في ان نفكر جديا حركات مسلحه، وكذلك يعني مجلس سيادي ومجلس وزراء، وكل انسان حادب على مصلحه هذا الوطن كل في موقعه في ان يكون هنالك سلام. فما المطلوب يعني من كل هذه الكيانات مجتمعة في أنه نخلص النوايا في أنه يكون في سلام حقيقي في السودان، فبعيد عن طاولات التفاوض، هذا شأن رسمي، لكن هنالك يعني يجب أن تكون هنالك جهود لنبدأ من حيث بدأت الثورة. تمام، أنا معك في المصطلح تصفير العداد، ده مصطلح جميل جدا. نعم. لكن حتى نصفر العداد لابد أن نراجع تاريخنا الحديث لكي نستفيد. نعم. تاريخ العظات والعبر، يعني هذا المقصود. احنا عشان لما نتكلم في هذه الحلقات عن السلام واخطاء الماضي، نعم، ليس القرض هو نقد الفئه المحدده او حكومه معينه، ده موضوع اخر طبعا. لكن احنا حقيقه بنركز بس على شذرات محدده في الاتفاقات السابقه، ولذلك احنا نفتكر تصفير عداد ده اهميته في ان فقط نستفيد من اخطاء الماضي. من اخطاء الماضي طبعا دائما الحكومات بتلتزم، دائما للاسف الحكومات بتكون متضايقه وعايزه تظهر للجمهور بان هي انتجت سلام، ولكن في سويداء القلب ما فيش التزام. هذه نقطه اساسيه بنفتكر انه اي حكومه راشده عاقله لابد تنتبه لهذه الاخطاء التاريخيه. النقطه الثانيه بتكون في عداله في الاتفاق، يعني حتى الطرف الثاني لو غفل عن شيء اساسي انت من حقك تنبهه. نعم، لانه هذه الاتفاقيه ليست ملك للطرفين، وانما في النهايه تنتهي ملك للمجتمع والوطن باسره. والنقطه الثالثه يعني الشعور العام بظرف الوطن. يعني الناس كلها تستشعر، يعني ما في حد عايز ياخذ 100%. لا متفاوض الاول ولا متفاوض الثاني، وبالتالي اعتقد هذا المضلع ثلاثه اركان. نعم. مهم جدا جدا لاي انسان هو يصفر العداد ويبدا من جديد. نعم دكتور محمود، يعني
تحدث الدكتور علاوة عن أهمية يعني تصفير العداد الذي أشرنا إليه بنوايا مخلصة، لكن يعني بالتأكيد السودان عندما يوقع هذه الاتفاقيات بالتأكيد لابد أن تكون هنالك بعض من نقاط الهشاشة اللي بتؤدي لهذا النقص اللي تكلم عنه الدكتور علاوة. هل بتعتقد أنه يعني الاتفاقات التي تمت لم تكن هنالك يعني قوة بتمكنها من الاستمرارية؟ والله طبعا في اختلاف بين أنه تتوقع اتفاق وتصنع سلام. هي حقيقة اتفاقيات كلها كانت على الورق، لكن على الواقع ما كان صنع السلام، لأنه ما خاطب الجذور الأزمة. في حاجة يسموها السلام الاجتماعي. نعم. وإنت عشان تخاطب السلام الاجتماعي وتكون تصنع سلام، السلام فيه صناعة وفيه بناء وفيه حفظ. الاتفاقيات المدى كلها هي على الورق لا بأس بها، لكن على الواقع ما كان في، لا كان في بناء سلام، لا كان في صناعة سلام، ولا كان في حفظ سلام، بدليل انه كل الركائز الاساسيه انت تبني بها سلام ما موجوده. نعم. يعني كان ما كان في حكم راشد، ما كان في اللي هو حكم القانون، برضو ما كان في اداره الموارد بصوره كويسه بالنسبه للمناطق بتاعت السودان بصوره اجمع. فدي كلها بتؤدي لشنو؟ ما بتجيب لك سلام. انت تصنع سلام محتاج تخاطب اللي هو جذور التوترات او الاشياء تخلق لك نوع من النزاعات، زي ما بيقولوا يعني انت عندك حاجه بتحت، انا اقول لك اللي هو النار تحت الرماد. نعم. انت لازم تطفي النار دي من تحت. فانت ما لم تخاطب جذور الازمه يعني كده، انت او حاجه ليه تشرك الناس الاساسيين؟ يعني الان احنا قلنا المناطق الناس المهمشه تشركهم في حاجاتهم. يعني انا مثلا انت الان في اذا كان في اي اتفاقيه تمت، نعم، انت ما لم تخاطب جذور الازمه كلها. الجذور هي جذور واضحه جدا، حكم الراشد بالنسبة لحكم القانون، بالنسبة لتوزيع موارد، فدي معادلة التنمية المتوازنة، دي اللي هي أساسا جذور الأزمة. كأنك أنت عايز تقول أنه يعني من الأهمية بمكان إشراك حتى المجتمع المحلي المكتوي بنار الحرب، أو اللي دفع فاتورة هذه الحروب اللي دارت في جغرافيا متفرقة من أجزاء السودان. فيعني ما يكون سلام فوقي، الناس تجلس في مفاوضات مغلقة أو مفتوحة أو غير ذلك من الفنادق أو غيرها من الأماكن التي تستضيف هذه المفاوضات، ويأتوا ليوقعوا على هذه الأوراق بعيدا عن يعني المواطن الذي اكتوى بهذه المشكلة. بالضبط ده أنا أقصده، أنه أساسا ما لم تشرك اللي هو أهل المصلحة. أنت الليلة الناس اللي هم يعني مكتوين بعدم تنمية في مناطقهم. أنا يعني مثلا خد مثلا إكزامبل، مثلا خد دارفور. نعم. يعني دارفور ما في طرق، في دارفور ما في طرق، ما في كهرباء. انت اللي راح بخرطوم يشوف في كهرباء، في طرق، في تعليم، في جامعات، بيشعر بالغب. بيشعر بالغب اكيد طبعا. بيشعر بيؤدي لشنو؟ خلاص لتورد من الداخل، معناه في نزاع هيحصل معناه. لكن انت من تنقل التنميه من المركز، تنقل لاهل المصلحه اللي هم حقيقيين في مناطقهم، اذا ما في غبن. يعني انا بمشي خرطوم بشوف مثلا جبال النوبه بلاقي مثلا موجود التنميه، خلاص اذا انا ما خرطوم ما في اختلاف يعني. فده خذ مثلا عندك اثيوبيا. نعم. الان اثيوبيا تلاقي مثلا المناطق الخاليه العاصمه اثيوبيا بتلاقي في توازن لا باس به. امشي شوف الدول الاوروبيه كلها، ما بتلاقي مثلا العاصمه هي تختلف من 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 الاقاليم. لكن احنا عندنا مثلا كل الاتفاقات وقعوها قبل كده. نعم. وقعوها ناس اللي هم يعني على الورق في المكاتب المغلقه، فده ما بنفع. فانت لا تشرك اهل المصلحه. نعم. وهم يحكوا لك حاجياتهم، هم شعارين، هم منقصهم شنو يعني. نعم. فاعتقد بيجيب سلام يعني. نعم. دكتور علاوي، هل من اضافه فيما يتعلق باشراك المجتمع المحلي اللي هو يعني الدافع المباشر لهذه الفاتوره، لهذه الحرب التي يعني دارت في مناطق مختلفه من السودان؟ بالضبط. انا في الحقيقه جبت معي الكتاب ده. الكتاب ده اسمه أثر الصراع بين دولتي السودان وجنوب السودان. نعم. للدكتور عبد المجيد عبد الرحمن أبو ماجدة. الكتاب ده في الحقيقة أهميته في نقطة تتعلق عن هذا الموضوع، وأخونا الدكتور الشفيع خضر سعيد وهو الآن رجل قريب جدا من حكومة الدكتور الخبير حمدوك، وانا بحييه من هنا يعني. واحنا ما دارين يعني نستنطق الناس باقوالهم، ولكن للتذكير الدكتور ده قال كلام ممتاز جدا، انا اعتقد لخص كل حياتنا اللي بنتكلم عنها وصراعاتنا في جمل بسيطه. نعم. وانا هنا اناشده بانه يستذكر هذا الكلام الذي كتبه دكتور شفيع حتى يساعدنا
ونحن نتفاوض مع الحركات. الرجل ده قال لقد صارت الحروب الأهلية بالسودان داء عضالا، وساهمت الحكومات الوطنية المتعاقبة وقيادات الحروب الأهلية أينما كان بالفعل أو العجز في تغذية بذور الانشقاقات والانشطارات والمواجهات في كل مكان من أرجاء السودان، فأصبحت كل محاولات إكساب إقليم جنوب السودان حدا أدنى من السلام الاجتماعي من خلال مؤتمرات الصلح الصورية أو آليات فض النزاعات التقليدية المحلية عديمة الجدوى. والفائدة هي دائما وأبدا لا تخرج من دائرة الوعظ والإرشاد بأهمية الوحدة الوطنية والتعايش الاجتماعي وجبر الضرر والمجاملات الدبلوماسية الشكلية. ومن المدهش حقا أن قضية النزاعات والصراعات القبلية لم تطرح بشكل جدي على أجهزة الحكومات السودانية منذ الاستقلال، فإن كانت هناك ثمة إمكانيات لتطوير نظرية عامة للصراع فإن مدخلات النظرية تشمل علم الأحياء وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والعلوم السياسية والجغرافية والاقتصاد والاتصالات ونظرية النظم ونظرية اللعب والمحاكاة والنظرية الاستراتيجية وصناعة القرار وحتى الفلسفات الأخلاقية. فالصراع في صميمه هو تنازع الإرادات الناتج عن الاختلاف في الدوافع وتصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكانياتها. فهذا الكلام بيلخص كل القضية، أنه إحنا كل اللي بيحصل في السابق كان حاجات صورية عشان الحكومة تقول والله عملنا سلام في أبوجة، وهو لا يسوي الحبر كتبه. ثم تأتي اتفاقية الدوحة وهلم وجرة. أنا أعتقد أنه أنا الأوان إلى الصوريات دي أن تمزق وأن نأتي بفهم جديد مع الثورة الجديدة دي وبلدنا ترتاح. هذا كل بنشده أنه نستفيد من أخطاء الماضي حتى ندخل إلى اتفاق سلام شامل حقيقي، وما نكتب إلا ما نستطيع أن ننفذه. يبقى تنفيذ ما يعني وقع عليه يصبح تحدي لكافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق. دكتور محمود، يعني مسألة الرعاية الدولية، معروف أن السودان بحث عن السلام في عواصم مختلفة وكانت تلك رعاية دولية، وربما يوقع هؤلاء يعني الذين رعوا هذه المفاوضات كشهود أو كذلك يعني غير ذلك من الأشياء التي يوقعون عليها. هل الرعاية الدولية للسلام في السودان بالتحديد يمكن أن تأتي وكلها بمتابعة السلام، أن تساهم أيضا؟ أنت يعني تحدثت عن صناعة السلام، وعندما يعني الناس يتحدثوا عن صناعة معناها هنالك كثير من المطلوبات لهذه الصناعة وهناك كثير من التحديات، فأن تكون هنالك صناعة لابد من أن يكون هنالك شركاء، يعني الذين يوقعون كشهود أو يرعون هذه المفاوضات يجب عليهم أن يواصلوا الجهد حتى يصبح هذا واقعا معاشا يمشي بين الناس. هو طبعا بالتأكيد الرعاية الدولية ليها جانب إيجابي كبير جدا جدا، يعني أنت الليلة كونه يرعى اتفاق بتاع سلام الترويكا والأمم المتحدة والأمريكا، فيعني أعتقد دي دول مانحة. الآن يعني الدول من حولنا كلها مثلا من في من نزاعات بيكون في مطالب بتاع مانحين، يعني هو الضامن للاتفاق، أوكي هو ده شنو معناه بضامن الاتفاق؟ أوكي ما هو في الآن مثلا في تنمية في السودان محتاجة مثلا نقول مليارات الدولارات، ما هو ده الضامن؟ يعني المجتمع الدولي ده أعتقد فيه جانب إيجابي الناس يجب أنه ينتبهوا له، يعني هذا السكون هي صحيح أقول لك أي دولة لها أجندة حق، يعني ما في حاجة مجانية أصلا. نعم ما في مجانية، لكن نسأل أوكي ما ده في سلبيات في إيجابيات، أعتقد إحنا نتمسك بالإيجابيات. فرعاية أي دولة لأي اتفاق بين أي مجموعة دولة أو الدولة فده بدي قوة للاتفاق والحاجة، وثانيا بدي فرصة أنه هي يكون في صندوق بتمانحين أعتقد بيساعد في حفظ السلام. ما هو انت احنا قلنا نصنع سلام، السلام نصنعه معناه ده شنو؟ الصناعه اي صناعه وبناء معناه محتاجه لآليات، محتاجه لماده، مش كده؟ نعم. الماده بتحفظ لك الدول والمجتمع الدولي، فانا اعتقد رعايه المجتمع الدولي لاي اتفاق انا اعتقد حاجه ايجابيه جدا جدا، وحتى لان احنا الناس ما يخافوا انه يقولوا ما خلاص اوكي في اجنده، لكن انت اوكي انت خذ الايجابي واعمل حسابك من السلبي يعني. نعم. فاعتقد حاجه كويسه يعني. نعم دكتور علاوي، يعني الحديث عن الرعاية واستضافة العواصم المختلفة لمفاوضات السلام السودانية بقودنا مباشرة للحديث عن جوبا عاصمة جنوب السودان، هذه العاصمة السمراء التي نعول عليها كثيرا في أن تقرب الشقة ما بين الفرقاء من أبناء هذا الوطن.
سنتحدث في هذا المحور مشاهدينا الكرام مع ضيفينا داخل الاستوديو، ولكن بعد هذا الفاصل تكرموا بالبقاء معنا. المشاهدون الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من إشراقات الغد، وضيفان عزيزان معنا داخل الاستوديو، الدكتور محمد عيسى عليو مدير مركز إشراقات الغد، ودكتور محمد أبو بكر مدير السلام بالمركز. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي ترعى مفاوضات السلام ما بين المجلس السيادي أو حكومة السودان ممثلة في شقيها المجلس السيادي ومجلس الوزراء والحركات المسلحة، بمبادرة طيبة من سلفا كير، وربما فيها أيضا رد تحية للخرطوم التي استضافت مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان. نتحدث عن هذا الاجتماع، وإلى أي مدى يعني هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية حقيقية لخلق سلام في السودان؟ طبعا أولا لابد أن نشير للتدخلات الخارجية، وأي تدخل خارجي معناه عجز للعقل الداخلي للأسف. تاريخيا طبعا السودان يعني عجز عن حلول مشاكله الى تدخلات خارجيه، لكن كان في اطار دوله واحده. يعني عام 53 الاحزاب السودانيه فشلت في ان تتوافق على بنود الاستغلال حتى تدخلت مصر بقياده الرئيس الراحل محمد نجيب، وذهبت هذه الأحزاب كلها في عام 53 إلى مصر ووقعت على اتفاقية الحكم الذاتي المعروفة. وفي عام 70-71 تدخلت الحبشة ووقعت الحكومتان أو الجهتان المتصارعتان بين السودان والحركة الشعبية بقيادة جوزيف لاغو اتفاقية الحبشة أو أديس أبابا عام 71. و في التاريخ الحديث أبوجا كان نيجيريا، ولكن الاتحاد الأفريقي من خلفه أيضا، الدوحة 2010 قطر، لكن المجتمع الدولي من خلف الكواليس. الآن ما بقول للأسف، لكن للحصل توزعت أوراق القضية في أكثر من 4 دول. جوبا صحيح راعية، ولكن هناك إمارات وهناك قطر ده بحق القانون الدولي، وهناك مصر وتشاد وإريتريا والحبشة. طبعا ده شيء جديد، ده شيء جديد، زي ما يقولوا توزع الدم بين القبائل. الآن يعني توزعت تبعثرت الأوراق ما بين هذه الدول المجاورة. أنا أتمنى أتمنى أن تكون الخلاصة إيجابية بالنسبة لنا مع تحفظ الشديد. يعني كان ممكن تكون جوبا، جوبا أقرب دولة بالنسبة لنا، بل هي السودان. والفريق السلفاكير يعرف الصغير والكبير في الشمال، وكذلك الشمال يعرف كل شيء عن الجنوب. كان ممكن نحصرها في جوبا، ومعروف الرعاية الدولية والدول الأوروبية والاتحاد الأفريقي، ده شيء طبيعي. لكن الآن في دول برزت تتجاذب هذا البلد. أنا أتمنى أنه هذا التجاذب يعني في النهاية يكون لصالحنا. نعم دكتور محمود، لو تكلمنا عن هذا الاجتماع ما بين المجلس السيادي والحركات المسلحة في جوبا، تفاصيل هذا الاجتماع اللي رشحت عبر وسائل الإعلام وبدء عملية التفاوض أو الاتفاق على أن يبدأ التفاوض في أكتوبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، في تقديركم ما هي النتائج المرجوة من هذه اللقاءات التي تمت؟ أول حاجة والله حقيقة نشيد إشادة كبيرة بالاجتماع التم في جوبا، وشكرا للرئيس الفاكر لدعوته الكريمة للأطراف أنه يتفاوض في جوبا، لأنه الآن أضاف طرف جديد. يعني إذا ما كانت جبهة سورية هي لحالة اتحدت، ودي حاجة كويسة جدا جدا، الآن أضاف للطرف الجديد اللي هو المناضل لبلد الحلو، والآن انضم للاتفاق الإطاري اللي تم في جوبا. فاعتقد مهما كان ما دام في اتفاق معناه في خطوه
للسلام. يعني مهما كان احنا ننشد دائما نحن بالنسبه لنا هذه سلام. نحن دعاة سلام حقيقه يعني. فنحن عاجلين نشيد بالخطوه تمت ونشكر عليها المجلس السيادي على راسه الفريق محمد حمدان ومحمد عثمان التعايشي والكاكو اللي كانت معاهم. فاعتقد دي كانت خطوه كبيره جدا جدا. وبرضه كان مقابل انه الجبهه السوريه والقائد الحلو. فنحن نتعشم الان نتعشم حقيقه انه ينضم لهم اللي هو الضلع الثالث عبد الواحد. يعني برضه ما لم انه عبد الواحد ينضم للسلام يكون سلام منقوص. سلام منقوص. تم. يعني مهما كان نحن نتمنى مهما كان مهما كان رايه في الحكومه الموجوده مهما كان رايه فمهما كان نحن محتاجين لسلام في السودان. يجي بشروط ويجي برؤى ويجي بحاجاته لكن نحن محتاجين لسلام. انه برضه لو حتى اي اتفاقيات تمت وعبد الواحد ما جزء منها برضه يكون اتفاق ناقص يعني. نعم اتفاق ناقص. لكن مهما كانت الناس العجله ما بتنتظر يعني. نحن الان الموجود الناس يمشوا للامام ويباركوه ان شاء الله مهما كان. ويتمنى انه ان شاء الله اخونا عبد الواحد برضه يعني هو اخيرا ينضم للرب على السلام. وانا النقطه قالها برضه دكتور محمد عيسى حقيقه طبعا الاطراف الخارجيه اي طرف خارجي له اجنده يعني. له اجنده. لكن نحن زي ما قال نحن بالنسبه لنا يعني جوبا اقرب لنا يعني هي جوبا دولتنا السابقه دوله واحده يعني ما اعتقد في مشكله. فنحن نطمن انه يكون الحوار يكون في جوبا موجود دي حاجه كويسه جدا جدا. نعم دكتور علاوه يعني توحد الجبهه الثوريه وكذلك التصريحات المسؤوله لقائد الحركه الشعبيه قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في انهم يعني يريدون سلاما في السودان. هذه التصريحات الى جانب يعني التوحد كيان الثوره او الجبهه الثوريه في كيان واحد، هل هذه العمليه يمكن ان تخدم وتسرع من ايقاع احلال السلام بالسودان؟ طبعا قبل ما نتكلم عن النقطه دي طبعا الاخوان في الجبهه الثوريه واخونا عبد العزيز الحلو واخونا عبد الواحد محمد نور هؤلاء الناس طبعا ناضروا ضد النظام السابق، نضال مستميت وفيه فقد لدماء وممتلكات وفي ازعاج لجماهيرهم من نزوح ولجوء. وقامت الثوره الحريه والتغيير. انا اعتقد ان هؤلاء الثوار اخذوا في خاطرهم من اخوتهم في الحريه والتغيير في اديس ابابا، لانه حصل اتفاق والحريه والتغيير لم تضمن هذا الاتفاق في الوثيقه الدستوريه، ولذلك حصل خلاف كبير والبون اصبح شاسع. هنا يجي تقدير لاخوتنا في المجلس السيادي. اخونا محمد حمدان دقلو واخونا التعايشي وزملائهم الذين كانوا معهم. ويجي التقدير الاعظم لاخونا الفريق سلفاكير في لم الشمل لهذا التناقض وهذا التبعثر في الحركات لانه كان في غضب شديد جدا. واعتقد انه دي خطوه ممتازه جدا. يمكن نسميها اتفاق، يمكن نسميها حسن نوايا، يمكن نسميها اتفاق اطاري، المهم كسر لحاجز كبير. عندي نقطتان، النقطة الأولى أنا أعتقد إخوتنا في الحرية التغيير يجب أن يرحبوا ترحيب شديد بهذا الاتفاق ويدعموا ما توصل إليه المجلس السيادي. وإلا هم حيدفعوا الثمن. الحرية التغيير حتدفع الثمن كما دفع عمر بشير الثمن ببعثرة الحركات المسلحة وتناقضات وعدم التزامه بالاتفاقات. هم حيدفعوا الثمن سون أو ليتر. النقطة الثانية أنا أعتقد إخوتنا في الحركات المسلحة الجبهة الثورية واخونا عبد العزيز الحلو جبال النوبه لابد ان يلموا شملهم ايضا وشعثهم، لان هناك في حركات اخرى صغيره كبيره. نحن ما عايزين نسمع صوت بندقيه ثاني ابدا في اطراف السودان نهائي مدى نسمع. لذلك في حركات في يوغندا، في حركات في الكفره، وانا اعتقد يعني هن بيقولوا عن قلب العرب لو نفوسهم الطيبه بيشيل على قدر رجلينه. إذا النفوس مطايبة العنقريب ده أربعة رجول بيشيل أربعة زول. لكن النفوس لو هو الطايبة زول ما بيقعدوا فيه. نعم. وبالتالي البلد واسعة، مصالحنا كبيرة، بلدنا فسيحة، حكومتنا رشيدة الآن أنا أعتقد. يجب أن نتضامن وما نحس بأنه واحد بيجي حساب الثاني، بالعكس 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 البلد حتشيلنا كلنا. فهم يسعوا إخوتنا الحركات المسلحة بالذات أولاد دارفور. جبريل وعبد الواحد ومني يسعهم انفسهم الى البحث عن اخوتهم الاخرين حتى ناتي كلنا جميعا لسلام شامل. ما عندنا ثاني وقت عشان نخلي واحد في الخلا. نعم دكتور محمود، يعني حتى ياتي السلام مكتمل
لابد من مشاركة كل المعنيين بأمر السلام في السودان. وتحدث دكتور علاوة بضرورة مشاركة كل، يعني مهما كان حجم الحركة المسلحة أو حتى على مستوى الأفراد، لابد من مشاركتهم جميعا في عملية صنع السلام في السودان. فما المطلوب يعني حتى تتوفر هذه الإرادة القوية لكل المعنيين بأمر السلام في السودان، حتى يصبح السودان يعني بلد آمن بفضل هذا السلام الذي يتم توقيعه؟ طبعا بالتأكيد نحن ما دام قلنا سلام دائم مستدام، دائم مستدام ما يسعى الناس كلهم، فأعتقد هو كلنا مسؤولين من السلام، يعني سواء كان في الحركات المسلحة أو سواء كان الحكومة أو سواء كان الحكومة بشقيها، سواء كان الحرية والتغيير أو الحكومة في مجلس السيادي العسكري، فأي شخص أعتقد مسؤول أنه يحقق السلام، أنه السلام نحن ما لنا، نحن نحقق السلام للأجيال اللي بتجي، يعني كفاية أعتقد حروب، يعني أعتقد بالنسبة لنا أطول حروب الآن في القارة الأفريقية بقت في السودان يعني، فأعتقد ده بالنسبة لنا حق ويكون دافع ويكون حافز، نحن سواء كان الحركات كلها يجب أنه تكون تتحد، أنه أساسا المقصد شنو؟ المقصد تنمية البلد، استقرار البلد، ما أنت سلام واستقرار كيف؟ معناها في استقرار، في تنمية. ما في سلام ما هذا كله ما حيكون موجود. اخواننا في الحركات المسلحه يجب ان هم يتحدوا برؤى واحده وما يكون في مكاسب شخصيه. يعني يكفي ان هم يحققوا سلام. حتى بالنسبه لي انا، حتى بالنسبه للحريه والتغيير يكفي ان هم يحققوا سلام. يعني ما عايزين سلام مكاسب. انا بالنسبه لي ما اتمنى انه مرحله مع السودان الجديد نحن مع الحريه والسلام اللي نحن الان نجد فيه، عايزين سلام من غير مكاسب شخصيه. اللي هو سلام يعلو بالوطن وبالمواطن. يحس به المواطن في كل اطراف السودان. وانا الله يحب اذكر الشعب السوداني، يعني انا شفت مناطق النزاعات، شفت الحروب في دارفور، شفت الحروب في النيل الازرق، شفت الحروب في جبال نوبه، شفتها في الجنوب. اسوء حاجه في الدنيا حروب. الانسان ما شاف حرب، ما عاش، ما بيعرف طعم السلام. نعم. فانا اتمنى انه بالنسبه لنا تحاربنا وتقتلنا كفايه خلاص. فاخواننا في الحركات المسلحه يجب انهم كلهم يتحدوا برؤى واحده. إن كان الأهداف ممكن تختلف سواء كان بنوبة ماونتين أو النيل الأزرق أو دارفور، لكن في النهاية نحن عايزين سودان كبير يسعى الجميع، يسعى الجميع. نعم. يعني في نفس الوقت يعني كان سواء في دارفور في النيل الأزرق، نحن همنا شنو السلام، ونحن بتاع دارفور وبتاع الشريك وبتاع أقصى الشمالية همه شنو يعني؟ يعني بسلام. نعم. فده السلام المستدام. نعم. دكتور علاوة، معروف إنه السودان جغرافيا يحدد عدد من الدول. في فترات سابقة يعني حدثت قطيعة ما بيننا وبين كثير من هذه الدول. الآن في ظل المرحلة الجديدة السودان يسعى لأن تكون هنالك علاقات حسن جوار تحكم المصالح المشتركة ما بين الشعب السودان والشعوب المجاورة في دولها، حتى يعني لا تصبح هذه الدول مراكز تأوي هذه الحركات المسلحة وتكون خميرة عكننا لأجواء السلام في السودان. أيضا لابد من أن تكون هنالك يعني علاقات جيدة مع هذه الدول وإشراك أيضا في عملية السلام بشكل أو بآخر. طبعا دائما الأنظمة الشمولية الدكتاتورية هي اللي بتخلق المشاكل مع دول الجوار، مش طبيعي. نعم. يعني مشكلتنا مع إريتريا قبل سنة، اتهمنا إريتريا وتغزو السودان و... يعني حاجة بيكونوا ناس بيخلقوا لهم مصيبة كده فقاعات عشان يشغلوا بها الرأي العام. لكن لما جات الثورة احنا قاعدين 4 شهور بدون حكومة، ما فيش دولة واحدة تعدد على شبر واحد من البلد. في حالة كان ممكن اي دولة عندها اجندة حقيقية كان ممكن تغزو السودان، لانه ما كان من شهر 4 لحد شهر 7 في حالة لا دولة، في حالة لا دولة. لكن كل دول الجوار حتى عندها مقعانة مشاكل حدودية احتربت نفسها. ليه؟ لأن عارف قوة الشعب، قوة الشعب أقوى من قوة الحكومات وبالذات الحكومات الشمولية دي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن أخونا حمدوك وحكومته، أنا شاعر أنه متحركين تحرك هادي وتحرك طبيعي في أنه يخلوا العلاقات تكون مستقرة. صحيح نحن ما ننكر أنه عندنا خلافات حدودية مع بعض الدول، لكن أنا أعتقد بالمنطق وبالعقل وحتى بالتقاضي الدولي ممكن ناخذ حقوقنا بدون اي ازعاج، فلتستمر العلاقات مستمره. الخليفه عبد الله عنده علاقاته السيئه مع مصر، العلاقات مستمره بين المواطنين وبين التجاره، العلاقات الشعبيه يعني على ما تكون حالات قليله جدا جدا الحكومه المصريه بتعطل الحركه التجاريه. نعم. ولكن مستمره في اوقات كثيره جدا، لانه اي اصطدام مع دوله الجوار هتتأثر الجهات الحدودية. نعم. يعني الآن احنا اخونا الرئيس التشادي
كان معانا هنا في احتفال الحرية التغيير الأخير في أغسطس. نعم. أول ما سافر قفل الحدود معانا. أنت عارف الحدود لما قفلها حيأثر مع ملايين الناس في الحدود. أنا ما أعرف طبعا السبب شنو، لكن في تقديري أنه يجب أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. عم يجيك واحد زائر كريم من دولة جوار حقه تغدره وتبجله ما تحسسه. نعم. لذلك أنا شايف أنه إحنا ما نخلق توترات مع دول الجوار. إحنا دولة يعني قائمة من حروب، دولة اقتصادية تعبانة، المواطن هلكان. أنا أفتكر أنه الطبيعي أن نحتفظ بعلاقاتنا الودية مع دول الجوار. دكتور محمود، هل من إضافة فيما يتعلق بضرورة يعني ترميم علاقاتنا مع الجوار الجغرافي بالنسبة لنا؟ وإحنا ما بعرفه من حسن حظنا ولا سوء حظنا في أننا يعني نحادد عدد كبير جدا من الدول، وهنالك تداخل قبلي تبادل للمصالح عندما تكون يعني هذه العلاقات على أفضل ما يكون. فضرورة أن يكون حسن الجوار هو مبدأ للتعامل مع الآخر في الدولة المجاورة. أنا في اعتقادي حتى كون يكون الدول السودان محاضر بثمانية دول، أعتقد دي حاجة إيجابية شديد. أنت كل ما يكون عندك تواصل مع دول تانية مع شعوب تانية، فأعتقد ده ممكن ينمي الدولة سواء كان اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا. نعم. فدي أعتقد حاجة كويسة. لكن إحنا زي ما قال الدكتور بشوية، الحكومات المضت بالتوترات اللي تعاملها بالمشاكل اللي تعاملها مع الدول خلقت أنه بيئة غير صالحة بالنسبة للحدود الموجودة في السودان. فكنا أعتقد أن حقه نحول الحدود دي لحاجة إيجابية. يعني الآن نتوقع أنه يكون مثلا كل حدود دي الآن الناس يمارسوا حياتهم الطبيعية من تجارة من تحرك من تنقل، فأعتقد ده بزيد العائد بتاع المواطن الموجود في البوردة في الحدود. نعم. فاعتقد سواء كان بالنسبه لتشاد، سواء كان بالنسبه لافريقيا الوسطى، سواء كان بالنسبه لمصر، سواء كان بالنسبه لليبيا، فبالنسبه للجنوب دي كلها اعتقد دي مناطق استثمار جاذبه. يعني بالعكس الحدود الكثيره هي حاجه كويسه جدا جدا، ما حاجه بطاله، لكن دي عايزه توازن بتاع سياسه خارجيه متوازنه، سياسه تكون احترام متبادل بين الدول ويكون المنافع متبادله، يعني مش مشاكل وايوه بتاع حركات ما بنفع طبعا. نعم. ما بنفع. دكتور علاء، ولو تكلمنا عن دور مركز إشراقات الغد عبر باحثي هذا المركز وحتى الكادر العامل فيه، إلى أي مدى يعني يستطيع هذا المركز تقديم رؤى تساعد يعني في عمليات التفاوض، تساعد في إحلال السلام؟ سؤال وجيه جدا حقيقة. المركز بأعضائه وقيمته في أعضائه والخبرات اللي احنا حقيقة اكتسبناها. نعم. ويعني العضوية الفاعلة، يعني عندنا قيادات كبيرة سابقا في الدولة السودانية وأكاديميين وناس عندهم رغبة في الحقيقة في المساهمة في القضية الوطنية. ونحن الآن عندنا أمانة البحوث والدراسات، يعني عدة أوراق جيدة جدا. أخونا الدكتور محمود أبو بكر هو أمين أمانة السلام والعمل الطوعي، قدمنا رؤانا إلى الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالسلام والحركات المسلحة، ونعتقد أن نحن حنرفد الحكومة بأوراق جيدة، لأنه الخبرات الموجودة في المركز أعتقد أنه حري بالحكومة أن تستفيد منها. نحن حقيقة في الأيام القادمة إن شاء الله عندنا ورشة عن السلام والعدالة الانتقالية. وطبعا السلام مربوط ربط شرطي بالعدالة الانتقالية خاصة في حالة السودان الراهنة. سلام بدون عدالة انتقالية منقوص، والعدالة الانتقالية طبعا في تفسيرنا لا هي مش ننقل ناس نوديهم منطقة ونجيب ناس، لكن ننقلهم من حالة الحرب إلى حالة السلام. المسافة دي لابد يكون في شروط محددة يجب تلبيتها حتى ننقل الإنسان من وضع لوضع آخر. إخوتنا في الحكومة السابقة أو النظام السابق المدحور زي ما بيسموه الجماعة نصحناهم كثير في أن يقبل العدالة الانتقالية، كانوا بيفزعوا من العدالة الانتقالية، يفزعوا منها، يخافوا كأن العدالة الانتقالية كأنها رهاي. أبدا، العدالة الانتقالية صحيح في حقوق وفي واجبات وفي محاكمات، لكن بأيادي وطنية بدون تدخلات وبقناعات. وبالتالي إحنا حقيقة ورشتنا اللي جاي دي إن شاء الله حكون محضورة من كفاءات كبيرة، وحندعو الجامعات السودانية وحتى دولنا الإقليمية التي أشرنا عليها تورطت السلام معنا في ملف وجزاه الله خير في الحركات المسلحة والجبهة السورية وغيرها، حندعوهم عشان نقدر نتحدث أول على السلام، لكن شرط السلام الجاي يكون مربوط بعدالة انتقالية، وإلا سلام زي أبوجة وزي الدوحة وزي الحركة الشعبية والحكومة. يعني أسف في انتهاكات كثيرة كان في الجنوب،
الحركه الشعبيه سكتت عليها خلاص هي حقها سكتت عليها سكتت لكن احنا ما حنسكت. نحن الانتهاكات اللي حصلت دي في دارفور او في جبال النوبه والنيل الازرق انا بس اتكلم عن دارفور طبعا ما اقدر اتدخل فيه لكن في دارفور بالذات نحن حريصين على السلام وعلى العداله الانتقاليه وان شاء الله هذا المركز يقوم بهذا الواجب. وتحدثنا مع اخوتنا في الدوله الان ونحن والله سعيدين جدا بانه كنا نجلس مع اخونا الفريق محمد حمدان دقلو وبلغناه في العداله الانتقاليه قال انا شخصيا موافق على هذا الكلام واذا في اي انسان طالب في القضيه انا امشي المحكمه واشيل الدبابير واقعد اتقاضى مع اي شخص. دي الروح دايما احنا في الثوره دي الروح دايما القائد الكبير هو يتقدم الصفوف يتقدموا في الصفوف اذا في اي مساءله يتقدموا الصفوف اذا في اي محاكمه يتقدموا الصفوف الاخرون سيتبعون الخط ولكن اذا القائد هو يتقاعس ويخاف ويرتجف من اي مساءله يبقى الاخرون حيختفوا نهائيا. نعم. احنا مع الثوره الجديده عايزين السلام مربوط بعداله انتقاليه عشان ننظف هذا الجرح لانه الجيل اللي بعدنا اطفالنا اللي ولدوا في الحرب اللي ولدوا في الحروب الان عندهم مرارات شديده جدا. نعم. احنا ما بنقدر كلهم نرجعهم الى الجاده ولكن الغالبيه العظمى نخاطبها مخاطبه حقيقيه بقضايا حقيقيه حتى نتعافى ونتصالح ونبني مجتمع زي ما تفضل الدكتور محمود يعني سلام نصنعه ونبنيه ونحافظ عليه كلنا اذا شاركنا المجتمع كله. دكتور محمود امين امانه السلام بمركز اشراقات الغد وتحمل الامانه اسم كبير ونحن في هذه الحلقه نتحدث عن السلام فنتكلم كمان عن دور هذه الامانه فيما يعنى بامر السلام في السودان والاسهامات اللي ممكن تقدمها. بالتاكيد الرؤيه كليه للمركز لكن الامانه لديها ما لديها من رؤى. وبالتاكيد نحن بالنسبه للمركز لدينا خبراء يعني مجموعه من الخبراء شغالين في منظمات يعني كويس ان احنا كلنا اي واحد شغال في منظمه في منظمه دوليه في منظمه المحليه فاعتقد ده ادانا بعد لاكتساب خبرات يمكن متداوله بيننا نحن كافراد. يعني احنا اعتقد الان عندنا خطه بالنسبه للسلام خطه صغيره لحد نهايه 2019 والخطه لحد 2020 اللي هي عندنا سلام سواء كان تنمي قدرات الناس اللي هو الاعضاء بتاع مركزاتهم بحيث هم يكون دعاه كلهم للسلام او عندنا ورش للسلام بالتعاون مع جامعه السلام وموجوده جامعه مركز السلام في الجامعات الموجوده في خرطومنا وبالاهم شيء عندنا ورش للسلام في مناطق النزاعات. نحن ان شاء الله عندنا خطه بتاعت عمل ورش في مناطق النزاعات اللي هم الناس اللي هم يعني مكتوين بالحروب سواء كان في دارفور او في نوموتا او في بلوناي يعني. فحسنا الان في قدامنا عندنا ورشه مهمه شديد ان شاء الله يعني او سيمينار خاص بالعداله والسلام يعني زي ما قال تفضل الدكتور محمد عيسى عليوه اللي هو نحن حنربط ان شاء الله يعني السلام وبعدين نقول انه اصلا ما في عداله انتقاليه الا بعد شنو؟ بعد السلام يعني. نعم. وان شاء الله نحن ان شاء الله باذن تعالى احنا دعاء للسلام وان شاء الله لم يألوا لنا جهد الا نشوف السلام قالوا ما شاء الله نغادر هذه الدنيا نتمنى أن السلام ده نشوفه في السودان كله الله اكبر نتمنى الله رأي العين ان شاء الله يعني نشوف. نعم. سلام حقيقي يعني سلام حقيقي. نعم. والناس يكونوا عايشين في سلام يعني من داخلهم ويتعكس هذا في مؤسسات بتاع الدوله في مراكزنا بتاع الدوله التعليم سواء كان في العباده سواء كان في كل منطقه هذه الناس يتحدثوا بالسلام يعني مثلا عندك ايطالي يقول لك يا اخي انت في ايطالي ابتسم عايزين ان شاء الله الناس يكون في السودان تتحدث عن السلام. نعم. بارك الله فيك. دكتور علاوي لم يتبقى لنا كثير وقت في هذه الحلقه من اشراقات الغد وهي الحلقه الثانيه كما اشرنا في بدايه هذه الحلقه. تحدثنا عن الفوقيه في عمليه السلام في السودان وده واحد كان من اسباب الفشل الاتفاقات التي تمت بين الحركات المسلحه والحكومات المتعاقبه على السودان. المركز ايضا معني بشكل كبير جدا بالسلام الاجتماعي وايضا ان يتنزل عبر برامجه للمكتوين بنيران الحروب التي دارت رحاها في جغرافيا مختلفه في السودان، فشنو الدور اللي بيلعبه بالنسبه لاصحاب المصلحه الحقيقيه اللي تكلمنا عنهم في بدايه الحلقه؟ اي نعم احنا في الحلقه الاولى تحدثنا تقريبا عن هذا الموضوع وقلنا وجوب ارتباط المجتمع المحلي بما توصل اليه من سلام. وقلنا يعني المواطن إذا حس أنه في تنمية لا يمكن يسمح لأي واحد يعتدي عليها. يعني مرات الحركات المسلحة سابقا طبعا دارفورية لأن المواطن مغبون
هم زايدين له غبن يضربوا سريك على المويه. المرض يضربه لانه سريك ده فاضي ما فوق مويه. الدير التوازي هي وين ما فيها مويه مثلا. يضرب المستشفى يقول لك اضربوا المستشفى لانه ما في طبيب ما في معدات. وبالتالي المواطن نفسه مساعد التخريب لانه ما وجد نفسه في الخدمات والتنميه. لكن احنا بنقول انه الدوله يجب ان توصل خدمات. تفضل دكتور محمود بكر على كل يعني انا شقيقي كان في دمازين بيحكي لي كلام دكتور محمود بكر بيقول لي من الحبشه طريق الاسفلت والكهرباء الى اخر قريه جنب النيل الازرق. نعم. لا حسب كلامه هو الخدمات من اديس ابابا الاسفلت والكهرباء مع بعض الى اخر قريه. تفتكر المواطن اللي بيسمح بتمرد؟ ما بيسمح. طبعا لا. وانا اتذكر اخي جعلي زمان 90 91 واحد حتى غير اخونا حسين خوجلي فعمل مقابل مع احد اخوه الجنوبيين قالوا انت ليه بتتمردوا؟ الجمله قال كلام فيه منطق قوي جدا. قال له يا حسين انت قاعد برا مش عندك سياره؟ قال له اي. مش عندك بيت؟ قال له اي. قال له انا لا عندي سياره في الجنوب لا عندي بيت ولا في كهرباء ولكن تقول تمرد بس يعني يقول تمرد جنبي اقول تمرد. نعم. يعني ما في مصالح يحميها الشخص الخارجي. لكن حسين خوجري او انا عندي بيت وعندي عماره وكذا بقدر بجتهد عشان احافظ على هذا المعمار وهذه المصالح. نعم. وبالتالي انا اعتقد انه الحكومات السابقه ساهمت في تخريب البلاد وساهمت في قيام الحركات المسلحه وجعلت للحركات سلاح. السلاح هو المواطن السوداني المغلوب على امره وزي ما قالوا عايره وادوها صوت. نعم. خدمات ما في تمرد دوس منتهي. نعم. لكن انا افتكر انه لما تكون في خدمات وتكون في تنميه الاطراف هي حتدحر. نعم. اي حركات مسلحه جديده. نعم. دكتور اخيرا دكتور محمود يعني بايجاز شديد جدا لو تكلمنا عن الاجتماع الذي تم في جوبا ويعني سلمنا بان هذا الاجتماع يمكن ان يكون العتبة الاولى باذن الله تعالى للسلم الذي يقود الى نهايات سعيده لسلام مستدام في السودان. فاحتضان دوله جنوب السودان بمبادره من سيلفا كير ومعرفه سيلفا كير بالسودان وبتفاصيل المشكل حتى المزاج السوداني هو أدرى به. فإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المعطيات مجتمعة يعني خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله؟ أنا في اعتقادي عبدلي اختيار جوبا وكان اختيار صائب بحكم أنه حتى في ارتباط يعني مثلا عندك القائد عبدالعزيز حسين ارتباط يعني ارتباط حركي قبل كده مع نعم. حركة شعبية حتى الحركات دارفور إنها ارتباط برضو وثيق مع 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 خونة الجنوب. فبالتالي إحنا برضو القرب بتاع الانتماء لان احنا كسودانيين مع بعض يعني. ان احنا كسودانيين اعتقد دولي لنا انتماء يعني مع دول الجنوب. نعم. فاعتقد بالعكس هو انا بالنسبه لي يعني الكون يكون التفاوض وانا اتمنى يكون التفاوض موجود في جوبا كله. فاعتقد ده بدي قوه وبدي يمكن حافز كبير بذات اخواننا وحركات المسلحه بدي مساحه ان هم في نوع من الطمانينه بالنسبه لهم اكثر من اي دوله ثانيه. نعم. يعني اي دوله ثانيه ممكن الناس يحسوا يعني في بعد لكن احنا بالنسبه لجوبا ما في بعد. وبرضه اذا قلت لك ارتباط الحركات برضه بحكومه الجنوب اعتقد. نعم. ده برضه بدي دافع قوي وممكن ليه يكون له تاثير برضه يعني ممكن يعني سيلفا كير وهم برضه بيكتبوا نفس النار بتاعتنا يعني. نعم. يعني هي جوبا ذاتها يعني عندها نفس المشاكل يعني فاعتقد هي برضه كونه هي تسعى لتحقيق السلام في الشمال في السودان الشمالي اعتقد ده برضه بدي دافع قوي جدا انه هي نفسها بتحقق برضه سلام بنفس الاسلوب. نعم. يعني بحفز انه بحفز هيك حركات ضدها او كحكومه يسعوا بنفس المنحى اعتقد يعني فهو دي حاجه كويسه يعني. نعم. غيره كده ممكن نوع من الغيره مخليهم انه ان شاء الله يكملوا سلامهم اذا كان جابوا السلام بتاع الشمال. نعم. هكذا انتهت هذه الحلقه من اشراقات الغد وهي الحلقه الثانيه من عمر هذا البرنامج. ان شاء الله ستتواصل حلقات هذا البرنامج والحديث عن السلام في محاور وجوانب مختلفه. في الختام لا املك الا وان اتقدم اليكما بالشكر الدكتور محمد عيسى عليوه مدير مركز اشراقات الغد شكرا جزيلا لك. وطبعا محمد عيسى عليو لكن عليوه دي غايه حنينه كده عليو مقبول يعني. نعم شكرا لقبول يعني هذا الاسم الذي اطلقناه عليك في هذه الحلقه ولم يكن اسما اصيلا. شكرا شكرا استاذ جعلي شكرا كثير وشكرا لقناه الشروق وشكرا للمشاهد الكريم اللي تحملنا على مدار ال 40 50 دقيقه نحن نتحدث عن السلام. ان شاء الله اتمنى هو يتحملنا اكثر ونحن كلنا نجيب سلام لهذا الوطن العزيز الغالي. نعم ان شاء الله شكرا لكم وشكرا لكم انتم ايضا سامعين مشاهدينا اينما كنتم على حسن المتابعه لنا في هذه الحلقه. نتمنى
أن تشقشق العصافير وأن تحلق حمامات السلام في أرجاء هذا الوطن الذي يستحق أن يعيش في أمن وسلام وطمأنينة، وأن يعيش هذا السوداني الأسمر بين قوسين هذا الزول أن يعيش حياة أفضل مما هو الآن. وهذا لا يتأتى إلا بإخلاص النوايا في أن يكون هنالك سلاما حقيقيا، وعلينا أيضا نحن جميعا دور يمكن أن نلعبه في تحقيق السلام في السودان. حتى ملتقانا بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، لكم منا جميل التحايا من فريق العمل، وإلى اللقاء.